السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم أو مساءكم بكل خير. أهلا بكم من جديد في قناة أنمي نو تاماشي. اليوم معنا أكيد ودائما وأبدا أنمي كابتن سوباسا، وعندنا اليوم تكملة سلسلة من هو هيوغا كوجيرو. وصلنا في الجزء الثامن. أول شيء أشكركم على دعم كبير على هذا السلسلة أو على هذه السلسلة العظيمة من هو هيوغا كوجيرو. شخصية كوجيرو مشهورة جدا في الوطن العربي وفي العالم أيضا. أشكركم جدا على هذا الدعم الرائع من سلسلة من هو هيوغا كوجيرو. ثانيا أريدكم أن تدعموا أيضا سلسلة طريق سوباسا الاحتراف، لأن تلك السلسلة حتى الآن لم تصل إلى المطلوب، فأريد منكم دعمها وبقوة، طريق سوباسا إلى الاحتراف. وقبل أن نبدأ لابد أن نذكر من تابع الأنمي الجديد فقط عليه سيكون عليه حرق بالتأكيد، فيجب عليه أن يترك المقطع. إذا حاب يكمل المقطع أهلا وسهلا فيه. إذن خلونا نتذكر على آخر ما حصل في سلسلة من هو هيوغا كوجيرو في الجزء السابق اللي هو السابع. هنا هيوغا يسجل هدفا أخيرا على وكباشي، وكباشي يظل ساكنا مكانه وهو متعمد بالفعل لعدم فعل شيء. وهنا سوباسا يظن أن بالفعل هيوغا سجل الهدف بكل جدارته، ولكن وكباشي هنا لم يكن من نفسه وهيوغا سجل الهدف أخيرا هنا. وأخيرا ها هي صافرة النهاية، الحكم يعلن فيها نهاية المباراة، والنتيجة صارت فيها 5-1 لصالح نادي هامبورغ. وهنا يقول وكباشي لهيوغا: لقد هربت إذن يا هيوغا، ويدير ظهره لهيوغا. وهنا يقول هيوغا كوجيرو عفوا يقول: ماذا تقصد بذلك يا وكباشي؟ يقول هنا وكباشي: ألم تخجل على نفسك أنك تريد أن تسدد من خارج منطقة الجزاء وفضلت هذا الهدف على تحدينا السابق؟ ويضيف أيضا وكباشي: إننا كنا متقدمين عليكم 5-0، من المستحيل أن تفوزوا بأحد، وهذا الهدف الواحد لن يغير شيئا يا هيوغا. إذن أعزائي المشاهدين، هل تتفقون مع وكباشي هنا على ما قاله لهيوغا؟ هنا هيوغا يقول ماذا، والدهشة والصدمة واضحة على عينيه. وهنا يضيف وكباشي ويقول: هذا الهدف كان هدية مني فقط، لأنكم أتيتم من مكان بعيد جدا، لذلك أعطيتكم هذا الهدف هدية. ويضيف أيضا وكباشي ويقول: إن لعبكم الهش هذا الضعيف مع هذا الفريق لن يفوز في أي مباراة في المباريات المخيم التدريبي، لذلك لعبكم هنا في أوروبا عديمة الجدوى أو كرة القدم الخاصة فيها بكم غير مجدية هنا في أوروبا. وهنا هيوغا يقول: ملك يا وكباشي، لن أدعك تستفز فينا بعد الآن، ويرفع قبضته عاليا. وهنا الجميع يقول: توقف يا هيوغا. وهنا وكباشي يلكم وجه هيوغا وبقوة. ما هذا؟ هل هي حلبة ملاكمة أو ماذا؟ وبعد لكم وكباشي لهيوغا، وكباشي يقول هنا: إن كرة القدم خاصة فيك لا فائدة منها، فهي للقوة فقط والعنف. أنا مستعد دائما لكي أواجهك في أي تحدي. هنا هيوغا يرد عليه ويرفع يده عاليا ويرفع قبضته عاليا ويلكم وكباشي وبكل قوة ويقول: أيها الحقير. وهنا ضجيج كبير في الملعب، يريدون إيقاف هذا القتال. وبالفعل هنا حصل شجار حقيقي في المباراة، والجميع هنا يتدخل ويركضون كلهم. وهنا جيتو وسودا يوقفون هيوغا، ومن طرف آخر هيرمان كاتس ولاعب من هامبورغ يوقفون وكباشي ويبعدونهم عن بعضهم. وهنا ها هو شنايجر يراقب الوضع بكل صمت، وسوباسا مرتعب عن ما يحصل ويقول: هيوغا ووكباشي. وأخيرا تم تهدئة الأوضاع هنا من قبل الطرفين، وها هو هيوغا ينزع شارة الكابتن من على ذراعه ويعطيها لماتسوياما هيكارو. وها هو هيوغا يغادر الملعب بصمت، والحزن واضح على وجهه تماما. وهنا يقول وكباشي من داخل قلبه، يقول:
هذا ما كنت أردته أيها المدرب ميكامي. إذن النتيجة النهائية للمباراة هي 5-1 هزيمة ساحقة للمنتخب الياباني للناشئين. هيوغا لم يعد كابتنا بعد الآن، وواكاشيما أصيب إصابة بالغة جدا، وهيوغا وماتسياما ليسا كما سوباسا في اللعب في المنتخب الياباني. ماذا سوف يحصل للمنتخب الياباني للناشئين؟ لنكمل الأحداث إن شاء الله. هنا هيوغا يختفي عن أنظار الجميع، ولا أحد يعرف حتى الآن أين ذهب هيوغا كوجرو. وهنا في أحد المستشفيات في ألمانيا، ها هو المدرب ميكامي يدخل على وكبة ينزو ويقول: آسف إنني جعلتك تمثل بهذه الطريقة، يبدو أنك كرهت ذلك. ويقول هنا وكباشي: هذا لم يكن شيئا أبدا. إذن هنا عرفنا أن وكباشي كان يمثل أمام الجميع في تلك المباراة الودية. وأيضا قبل ظهور ميكامي وكباشي ظهرا اللاعبان باسكال ودياز ومدربهم بارباس طبعا، ولكن ما راح نتحدث عنهم حاليا، ما راح نركز عليهم لأن السلسلة عن هيوغا أكيد. وهنا يكمل المدرب ميكامي ويقول: كنت أردت من المنتخب الياباني أن يعرفوا قوة المنتخبات الأوروبية والفرق بينهم، لذلك جعلتك أن تفعل ذلك يا وكباشي. إذن كل ذلك كان من مخطط المدرب ميكامي من البداية. وهنا يقول وكباشي: أفكر لو كانت هذه الفكرة جيدة بالفعل، لأنني عاملتهم بقسوة زيادة عن اللزوم. هنا يقول المدرب ميكامي: لا تقلق حيال ذلك، لأن المنتخب الياباني لن يتهاون في اللعب في أي مباراة حاليا، لأنهم خسروا مرة الآن، فسوف يتعلمون الدرس وتدربون أكثر. ولكنني لم أظن أنك سوف تتمادى أكثر عن ذلك في قسوتهم، أي تقسو عليهم أكثر. وهنا يضحك وكباشي ويقول هنا وكباشي: لم أظن أن هيوغا تطور بهذا الشكل الكبير. ويضيف وكباشي أيضا ويقول: إن كل ما قلته لهيوغا ذاك الوقت كان كله عكس ذلك، فهيوغا لاعب ممتاز جدا، يلعب بشكل ممتاز ويقود الفريق، كان يقود الفريق بشكل ممتاز أيضا. هيوغا عمل كل ما في وسعه كي يسجل الهدف، وبالفعل تطور بشكل كبير منذ أن كان في اليابان. هنا المدرب ميكامي يذكر وكباشي إن ما حصل مع هيوغا كوجرو حصل أيضا معه نفس الشيء عندما أتى إلى ألمانيا أول مرة، وكباشي جنزو. وهنا في فندق أتلانتيك في ألمانيا، وهنا أعضاء لاعبين المنتخب الياباني للناشئين موجودون هنا. الجميع هنا مستغرب بعدم وجود هيوغا، ويقولون إن هيوغا لم يعد حتى الآن. وهنا في مستشفى هامبورغ، ها هو وكشمز يخرج الآن من المستشفى وينظر إلى الأمام ويجد هيوغا كوجرو. وهيوغا هنا يسأل وكشمز: كيف حالة ذراعك؟ يقول: جيدة. يقول هنا وكشمز: يبدو أن النتيجة أصبحت 5-1، ويبدو أنك سجلت الهدف أيضا يا هيوغا. ويقول هنا هيوغا: كانت فقط هدية من وكباشي، هذا ما قاله لي وكباشي. إذن هنا هيوغا يسأل لي وكشمز ويقول: أخبرني يا وكشمز، أي تسديدة هي أقوى، تسديدة ضربة النمر أم تسديدة شنايدر؟ هنا يقول وكشمز: تسديدة شنايدر كانت أفضل من تسديدة ضربة النمر. ويقول هنا هيوغا: هكذا إذن، شكرا لك وكشمز. وهنا يقول هيوغا: إذا تسديدة أحدهم أفضل من تسديدتي، يجب أن أتدرب أكثر، لابد علي أن أتدرب أكثر كي أتغلب على تسديدة شنايدر وتكون تسديدتي أقوى منه بكثير. وهنا فرحة وسعادة على وجه وكشمز مبتسم فيها. ومن هنا أعزائي المشاهدين راح نتوقف إذن من سلسلة من هو هيوغا كوجرو الجزء الثامن، راح نكمل فيه في الجزء التاسع إن شاء الله. إذن هذا كان مقطع من أنمي كابتن سوباسا من سلسلة من هو هيوغا كوجرو. إذا أعجبكم المقطع لا تنسونا من اللايك والنشر والاشتراك. في أمان الله.